الخلافة دي مش في الإسلام. رجع الأمور لنصابها وإلا هتفجر مصر. ما كانش لينا مستقبل. هيرشوا بالمية هرشوا بالدم. كان جالة تهديدات صريحة. كان الصدمات الحقيقة. أخبطوا دماغكوا في الحيط. قد كان الأمل معقوداً على وفاق وطني. يوم صدر فيه الشعب المصري ملحمة. 30/6 عودة روح. دي حياتنا. مصر للمصريين. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. بلدي يا عم وأرضي. كان لازم الحاجات دي يتحط لها حد. أنا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني. مصر أم الدنيا. المصريين أدركوا أنهم عملوا مصيبة كبيرة جداً أن الناس دي وصلت للحكم. والفتنة. معهم كل أنواع الأسلحة، ما تتخيله وما لا تتخيله. هم كان هدفهم المسجد، محدش كان عارف الطلقات جاية منين. الخراب. تدمير. يا خسرتك يا مصر. تنظيم اتصل بمصر سياسيا. انت عملت طالبان وانت عملت قاعده جديده في مصر. والنهارده جه الوقت اللي فيه نتكلم، نحكي الحكايه زي ما حصلت. حكايه قرار اجراء انتخابات رئاسيه مبكره، قرار حرر مصر من احتلال جماعه الاخوان، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيساً جديد. ننتظر من اللجنة العليا أن تعلن النتيجة في أسرع وقت دون تأخير، والنتيجة المتوقعة معروفة للجميع، ونحن لن نسمح جميعاً بأن يعبث أحد بهذه النتيجة. أيام الانتخابات الرئاسية كنا في حاجة اسمها استبيان، فالاستبيان ده احنا كنا على طول وقفات في الشوارع على جميع المحافظات في مصر، كان بتعليمات من جماعة الإخوان أو مكتب الإرشاد، اللي هو إزاي اللي احنا كنا نجس نبض الشارع، إزاي اللي احنا نعرف الشارع المصري أو المجتمع بيفكر في ايه أو هيجيب مين في الانتخابات. فبناء على النتيجة أو الكلام اللي هو كان بيحطه ده، كنا نقدر نحدد هنا مين اللي كان هيوصل للحكم. ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات. فمن هنا احنا اشتغلنا على اساس ان احنا نروج هنا ان في تزوير هيحصل وكده، علشان احنا كنا عارفين النتيجة مسبقا. وننتظر ان تكون النتيجة معبرة بحق عن الإرادة الشعبية التي نعرفها جميعا، والذي من اجلها الآن. من هنا الجماعة ادت تعليمات على طول بالحشد في ميدان التحرير كضغط على المؤسسة العسكرية هنا لضمان تحقيق هذه الإرادة. كان في دايما كلام بنسمعه ان الإخوان، طب ما نجربهم، طب نسمع عنهم، طب انت شفتهم، طب تعرفهم، بس هل كان في المصلحة أو في الصالح العام إن الإخوان وصلوا للحكم؟ يعني بمعايير ما جرى، يعني النهاية صبت إلى شيء إيجابي عظيم جدا جدا، لكن كان ممكن ما نوصلش ده وننتبه لخطورة الإخوان برضو. إنما خلاص يعني إحنا اتعلمنا بتمن غالي جدا بالفوضى، وتعلمنا بوجودهم في الحكم، والناس كمان خبت الأمل الشديدة جدا لانتخابهم، ودت يعني إلى طاقة عظيمة في رفضهم والثورة عليهم. الدكتور محمد مرسي عيسى العيار. 13,230,131. أول ما ظهرت النتيجة وأعلن فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية،
تنزلي تمشي في الشوارع تحسي بكآبة، في حزن، كأن في كل بيت في ميت. الناس كلها بتعزي بعض وبتواسي بعض، وكأننا فقدنا حياتنا. كل الشعب المصري كان خايف. خايف من إيه؟ خايف من القهر، خايف من الظلم، خايف من الإهانة، خايف من كل الناس اللي هيعملوا حاجات فينا صعبة. حسيت إن إحنا آخر أيام دينا في البلد، إن البلد رجعت 150 سنة. لا أنا قلت البلد دي عليه العوض فيها. وربنا كنت قاعد لمؤاخذة الأكل اتحط هاكل نفسي اتسدد. وبيني وبينك هو كان يوم يعتبر كان يوم أسود بالنسبة لنا. ركب عربية الزبالة اللي بتشيل الزبالة، ركبوا فوق وهو بيقولوا تحيا مرسي. أنا خرجت كده بدون شعور، قلت لهم ده مستواكم. وخد بالك الإخوان وصلوا الحكم ب 52%، يعني وبانتخابات أتصور زاعما لنفسي يعني إنها يعني مزورة. لكن ومع ذلك ده كان تعبير عن إرادة جزء من الشعب المصري إنه كان مستعد يراهن على الإخوان. جماعة قائمة خلاص إحنا داخلين في مرحلة الدولة الإسلامية. وإن شاء الله ثورات سوريا تنجح وثورات ليبيا تنجح والإخوان يفوزوا هناك وإحنا نفوز هنا ومرحلة أستاذية العالم أو الخلافة الإسلامية. إحنا لازم نمسك البلد ولازم نثبت للشعب وللعالم إن إحنا قادرين على إدارة الدولة. وده لو اتطبق في مصر بالذات فالجماعة دي هتمتلك العالم، هما كانوا متخيلين كده، هنحكم العالم. وهنا لما وصل الدكتور محمد مرسي الحكم حسينا ساعتها اللي احنا سيطرنا على الدولة، او احنا خلاص امتلكنا اجهزة الدولة، او احنا خلاص بالمصطلح اصحاب الدولة. اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري للقوات المسلحة. دمت يا مصر ودامت اعلامك. هذا يوم فارق في تاريخ مصر. ان اعمل معكم في كل لحظة من أجل تأكيد وحدتنا. كان إيه شعورك يوم تنصيب أو انتخاب مرسي رئيساً لمصر؟ لا كان يوم سيء جدا، يوم صعب جدا وقاسي. ويمكن انا من الاشخاص اللي يعني بيبكوا قليل جدا في حياتهم، لكن يوميها الحقيقه كان يوم حزين جدا جدا. كانت صدمه وكانت في نظره كده لمستقبل غامض جدا جدا. وساعتها خفت قوي على ولادي اكتر ما خفت على اي حاجه، خفت على مصر طبعا وخفت على ولادي حقيقه. حضرتك كنت فين لما عرفتي ان هم تولوا السلطه؟ هو يوم ما حدش فينا عاوز يفتكره، الستيج الكئيب اللي كان بره ده اللي طلع عليه حاجات ومشاركات متواضعه جدا وحاجات ونداءات وبتاع. ده يوم كل الناس بتحاول تنساه وما تفتكرش تفاصيله. ده كان اصعب يوم وهم بيقولوا مسكنا الحكم. مرسي جه رئيس بأصوات نص المصريين، ونص اللي انتخبوه كانوا عاصرين على نفسهم ليمون. يعني كان المفروض يقعد على الأقل أول سنة من حكمه بيكسب ثقة تلتين الشعب، لكن اللي عمله هو وجماعته كان العكس تماماً. هل هم كانوا عندهم خطة معينة عايزين يعملوها في فترة معينة، مثلاً زي إخوانة الدولة؟ يعني كان ليه مستعجلين فعلاً؟ لا هم بدأوا إخوانة الدولة وبدأوا تعيين. أنت جبت موظف مثلاً من صف متأخر جدا لأنه إخواني، عليته على كل الموظفين وحطته في منصب قيادي، فأنت خسرت كل الموظفين اللي في المسافة دي. اعتبروا أنك أنت راجل لا بتاع عدل ولا بتاع بقى تقوى وإيمان ولا بتاع كفاءة ولا الأونطة اللي أنت قايلها دي كلها، أنت راجل بتاع ناسك. كنت منتدى في أعمال كنترول الامتحانات بتاع الثانوية عامة، فده قرار بإحلال وتجديد نصف أعضاء الكنترول ودخول نصف الأعضاء الآخر من الإخوان. هنا في المحافظة فرغوا تماماً العمل في الجهاز الإداري وتحول المكان لمكتب الحرية والعدالة اللي هنا في آخر كوبري علوي، وأصبح أي حد عايز مصلحة حكومية يروح هناك وهم يشوفوا مدى علاقته بالإخوان، هل علاقته بالإخوان كويسة ولا لأ، فيقضوا له المصلحة. علاقته بالإخوان وحشة يبقى ما قضلكش المصلحة. الإخوان المسلمين في سبيل السلطة يعملوا أي حاجة،
طب عايزك تهدي شويه، اهدي بس عليك كده. وعايز اعرفك يعني مش عارفين بقى الموضوع ده. انا لو لا انا مش ست. ما انا مش عارف حضرتك بتقولي مش انا. حضرتك لو قلت بس انا راجل ولا ست؟ مش عارفين هي راجل ولا ست. طب انت مين؟ القريه نفسها شافت الفرعنه، الناس اللي مستضعفه واللي عامله ايه، علت بيتها دورين ثلاثه، شغلت كل عيالها في وظائف حكوميه مش عارف، فلقوا فجاه في حاله انتفاع. ده اللي خلى الوجدان المصري بسرعه ينتبه. انت بس احنا باصين للقاهره وباصين لمحيطها او محيط العاصمه والنخبه، لا هو الاخوان سقطوا في الريف المصري اول ما سقطوا، لانه انت البيت قصاد البيت في الاخر والجار جنب الجار. فحجم التذمر والرفض في الريف المصري سبق العاصمه، انما على المصطبه الفلاح المصري ادرك الناس دول ضلاليه. يا اخوان الدوله دي اوهام هما بيحطوها، امال يروح الليبراليين فين يعني؟ والعلمانيين يروحوا فين؟ واليساريين يروحوا فين؟ يعني يعملوا ايه بالظبط يعني؟ يشربوا من بحر. هو الاهتمام اللي كان موجود وقت المستشفى الميداني، وقت ان احنا كلنا من اجل البلد والجو ده، اتغير تماما بمجرد تولي السلطه. هي بقت اقطاعيات مين المسؤول عنها، ففلان ده بقى في الحته دي وفلان بقى في الحته دي. اخر مره يعني كان يتم التواصل مع الاخوان ان هو على اساس ان يتحط قانون الانتخابات البرلمانيه برضو احنا نتفق عليه، ويضمن ان يبقى في نزاهه في العمليه الانتخابيه. ونفاجئ ان هو مثلا بعد يوم من القعده اللي انا بتكلم حضرتك عليها دي، اللي هم بيقولوا لنا ان ايه واحنا هنتفق على قانون انتخاب، يروح جاي مجلس الشورى مطلع قانون انتخاب مخالف تماما لكل اللي احنا اتكلمنا فيه، وبطريقه تضمن تماما ان هم الاخوان يكسبوا مثلا على الاقل 80% من مقاعد البرلمان، ويجي يقعدوا معانا بنفس بقى عقليه النظام اللي احنا صورنا ضده. ويجي بقى ايه واحد قائد اخواني كده يقعد يقول لك طيب بص ما تزعلش، انت عايز كم مقعد بقى؟ عارف ازاي؟ طيب تاخد 50 60. احنا كنا بنبقى قاعدين بنشتغل برامجنا مثلا، وبعدين تجي لك فورا بعد ما انت تقول انه هيجي لك الضيف الفلاني ليستا، دول الضيوف فقط اللي مسموح لك ان انت تطلع معاهم. اول حاجه بيعملوها الاخوان هو ارغامنا وارغام جميع مجالس الجامعات على الاستقلال. يبتدي يدور قضاء يبقى معايا، شرطه تبقى معايا، جيش يبقى معايا، ما بيدورش انا اعمل ايه للشعب. هي دي نفس فكره الاخوان، هو ده اللي خلى الناس نزلت ضدهم، هو ده اللي مخلي الناس دلوقتي مش حابه الموضوع. كان بيقول اهلي وعشيرتي، فهو كان بيختص اهله وعشيرته، ما كانش ليه دعوه ببقيه جموع الشعب المصري. احنا بقى لقينا الجامعه تتاخد، كل حاجه في الجامعه بيمسكها الاهل والعشيره، كل حاجه. فطبعا ده عمل نوع من الحشد عندنا، ان زي الاساتذه ما قالوا احنا رمز التمكين. ده كان الهدف الرئيسي، وكان يفعل كل شيء، كانت خططه الرئيسيه ان هو يشتغل على التمكين ويمكن نفسه ويتمكن من البلد. ازاي يديروا نقابه بالكامل ويستولوا على كل مفاصلها، من حيث غيروا الجهاز الاداري او حاولوا يغيروا الجهاز الاداري، حاولوا ياثروا على اعضاء النقابه اللي مش منتمين لهم، حاولوا ياثروا على النقابات الفرعيه اللي غير تابعه لها، حاولوا يستخدموا المال لاغراء المحامين ضعاف النفوس في التعامل معهم او في قبولهم، علشان يتمكنوا من السيطره النهائيه على نقابه المحامين. اسمعوا في الوقت اللي احنا بنتدرب فيه وعقلنا بيتكسر، هم قاعدين بيوزعوا جوائز. ايوه على يد هم قاعدين بيوزعوا جوائز، واستنجدنا بيهم وقلنا لهم تعالوا ورفضوا. طرقهم في الاستحواذ هي السيطره الكامله التي تجعل المكان تحت سيطرته بشكل متكامل، لا يستطيع احد انه يتخلص من هذه السيطره. احنا كمجموعه من الشباب لقينا نفسنا متوليين كذا حاجه في نفس المهام، مش عارفين احنا تبع السلطه التنفيذيه في رئاسه الجمهوريه ولا في الحزب ولا في الشذور ولا في القطاع الخاص، عشان الجماعه كانت بتثق هنا فينا مثلا 100% او حتى 80%، هي ما بتثقش في المجتمع الثاني اللي هي كده كده ما كانتش اصلا ايه قبلها بمعنى صح، او مصوراه بالكفر او كده بجانب مؤسسات الدوله، الشرطه والداخليه بالذات
والقضاء عارفه اللي هم انظمه قمعيه، انظمه كافره ضد الدين او الكلام ده كله، فهنا كان بيحمله هنا على ابناء الجامعه بدون بقى اللي يكون معاه مؤهل معهوش شهاده خالص بالشرط خالص، المهم هو مننا والولاء اللي هو يقدر ينفذ التعليمات اللي تطلع من الجامعه او مكتب الارشاد اللي هي كده كده هتكون ايه ميسره على الكل من اول رئاسه الجمهوريه لحد الافراد كل واحد بمكانه. الاخوان ما فتحوش دراعهم للناس واحتووا خصومهم وحاولوا يبددوا هذا القلق، لا ده كانوا طول الوقت بيزودوا هذا القلق، يعني السيطره على البرلمان، السيطره على الحكومه، حركه محافظين اروح جايب قيادات الاخوان في التغييرات كلها. يوم 16 بدانا هنا الحشد وقفلنا باب المحافظه واعتبرنا وجود المحافظ ده اهانه للمحافظه كلها وطعن في كرامتها. اول ما حصل الثوره وجوم استولوا على المكان بمعنى الكلمه، يعني اليافطه اتغيرت، وانا كان عندي حاله من حالات الحزن والكآبه ان كنت امشي من جنب المسجد الاقي ان بدل ما مكتوب مسجد التوحيد التابع لوزاره الاوقاف الاقي مسجد التوحيد التابع لجماعه انصار السنه المحمديه، يافطه كبيره. فالحقيقه كان شعرت ان المسجد تم اختطافه، دي حقيقه. لما دخلوا المسجد هم كانوا عاملين خطة لضربي أو خطة بالمعنى الأصح الموتي، لأن أنا مش ممكنهم من أي عمل في المسجد نهائي. كان في الجهة ده هو حوالي 3 وفي الجهة دي 2 وكان قدام الرجل الكبير بتاعهم وفيه برة حوالي أنا ما أعرفش اللي برة، بس أنا فوجئت واحد عمال بيشتمني في قلب المسجد، فبقول له يا ابني ليه كده بتعمل الحاجات دي وبتاع مش عارف ايه، فقال لي يا شيخ يوسف اصلك منع الدروس ومنع القران ومنع الصلاه ومانع ومانع ومانع. قلت له مانع؟ المسجد مفتوح على مصراعيه اهو، طب واحد يجي يكذبني في الموضوع ده انا مانع ايه؟ المهم انا فوجئت بان الواد بيشتم اتابع علشان اطلع بره الايه المسجد هنا في الساحه اللي بره دي، فانا طالع جري ورا الاخ اللي بيشتمني بقول له عيب وبتاع، فعلى ما طلعت بره لقيت 3 مقابليني بالقصي بفلت من واحد، راح واحد نزل على ايه على دماغي فاتح هنا حوالي 12 غرزة. طبعا انا عندي السكر عملت لي اغماء. حصل عركة هنا مع الشيخ يوسف من الاخوان وحصل تطور عليه، انضرب طبعا في دماغه بالعصاية وبناء عليه راح المستشفى. هما كان هدفهم المسجد ده، هما كانوا عاوزين يعملوا وكر لهم، هما كانوا عاوزين يعملوه وكر لهم لان ده من اكبر مساجد سرسليان. كان في هنا دكتور متعين ونجح في الانتخابات اسمه دكتور عاطف عالم الدين، فهو كان المرشح بتاعهم اللي هو الدكتور اللي كان مرشح بتاعهم ما جاش، فقاموا جم هنا اتجمعوا هنا وكتلوا على الراجل وشالوه من مكتبه، كان هيشيلوه من مكتبه الى بيلا ويرموه بره. احنا كان معاه كنت انا عندي عرض رياضي في الصاله المغطاه، جيت بالولاد الحمد لله طلعناهم بره المكتب وطلعوا بره، فبداوا يتوعدوا لنا يعني طب لما نيجي نقعد، طب لما نقعد هنعمل ايه، طب ايه ايه ايه، وفعلا اول ما قعد قاموا اديني جزمه. في الاخر خالص احنا قررنا ان احنا لا احنا الاعتصام يبقى جوه، بلغوا علينا ان احنا ناس غرب مع ان احنا موظفين وموظفين من الجامعه ان احنا ناس غرب، وجيت جينا اقتحمنا المكان. اتصل ناس من مكتب رئيس الجامعه لبيتي، ده جوزك اتحبس ولو حصل تاني لو حصل حاجه زي كده بعد كده هنعمل فيه كده تاني ومش هيرجع تاني ومش هيرجع لكم خالص. طبعا مراتي كانت حامل في الشهر السابع، رجعت تاني البيت لقيت مراتي بتنزف، رحت اخدت الولاد في البيت اخدتهم المستشفى. طبعا اتولدوا بدري، ولد مات يومها والبنت ماتت تالت يوم في الحضانه. انا طبعا لما مشيت كان كل الناس هنا مشت، لما انا مشيت الناس كلها مشت، قاموا وانا بدفن بنتي قالوا لي ان هو دخل الجامعه وطلع لي قرار بايقافي 3 شهور عن العمل، ما
وانا بدفن بنتي. قلت لهم خلاص انا مش هروح، انا هاجي اقعد هنا مش ماشي لما هو يمشي. وفعلا انا ما مشيتش من هنا لما هو مشى خلاص الحمد لله. بس شكرا. لو تمت السيطره على المدارس سواء اللي تابعه للتربيه والتعليم او المدارس الخاصه من هذه التنظيمات الدينيه، وبقى اللي بيحشي عقول ولادنا اعضاء هذه التنظيمات، ولادنا دول لما يكبروا شويه هيشوفونا احنا ازاي؟ هيقولوا علينا ايه؟ هل وارد في يوم من الايام ابني يكفرني؟ قلبي انقبض. يا سامعين ابناء بلد وحده تحت السما الوحده ليالي ديالي، حتى اللي راحت شفتها جيالي، توديني الاخر رمق وتوالي. النهارده لما بفتكر الايام دي بيجي في بالي سؤال مرعب، لو كنا استسلمنا، لو كل واحد مننا ما كانش قاوم في حتته، شكل الحياه اليوميه في مصر كان هيبقى ايه؟ حاجات كتير، خد بالك انه كان في حاجات كتير بتكسر الانتماء. يعني انت كنت شايف حواليك بعض الفئات انتمائها بدا يتكسر يتشوش، زعلان على الولاد الاجيال اللي طالعه انها مش فاهمه حاجه ومش شايفه قدامها غير الصوره اللي بتترسم منهم، والصوره دي لا هي بتصدر للانسان المصري بشكله الصحيح وهويته الصحيحه ولا بتقول صح في أي حاجة. كنت رئيس دار الأوبرا وطلب طبعاً إن في عرض من العروض، إن وكان في عرض بالي إن أغير لبس الراقصات وأغير حاجات معينة كده، وترفض طبعاً تماماً، ترفض تماماً. في طبعاً كانت مشكلة تانية واجهتنا، لأن كان في نفس التوقيت في الأواخر يعني كنا بنناقش الميزانية والموازنة بتاعت دار الأوبرا المصرية في مجلس النواب، وهم طبعاً كانوا هم اللي عاملين المجلس الحقيقة، والناس اللي أنا ما روحتش طبعاً لأن أقلت يوميها وده كان طبعاً متظبط مع ده، فالناس اللي عندي في الأوبرا اللي راحوا اتبهدلوا اتبهدلوا، واتقال لهم انتوا بتقدموا فجر وحاجات يعني الحقيقه كانت رهيبه جدا جدا. فهي كانت خلاص كده يعني ايه، هو ده الاتجاه اللي كان بالنسبه لهم، شايفين الفنون دي يعني شيء مخل يعني. ما تخافشي على اهلها لازم يمشي. اصحوا شوف جارنا ايه، اصحوا شوف جارنا ايه، ولا عايزين يا الغلبانه، هو في وقت مثلا وقت مرسي او وقت الاخوان كان في توجه عام ان نوع من الكتب ما يبقاش موجود او اختلف الرؤيه في الموضوع؟ لما الفتره دي جت كان في رقابه موجوده تابعه ليهم، فمستحيل هيسمحوا بكتب تعادي ليهم بتوجه سياسي حر. في الفتره دي نزلت كتب كتير بتعادي اي فكر متحرر او وسطي، وإنما ليها علاقة بفكرهم. بس هم دلوقتي طالعين في نغمة إيه؟ خلاص الدين هيدخل في كل حاجة، وإحنا بنقول لهم إيه؟ نعم. الشعب بقى اللي عايز دين، عايز دين اديله دين، وإحنا بتوع الدين. لما وصلوا السلطة، حضرتك كامرأة مصرية قبطية، كان إيه إحساسك؟ أو كنت متخيلة البلد هتروح فين؟ أي حد هيقول لك غير اللي هقوله كذاب. رعب، رعب، لأن مش اسم الإخوان في حد ذاته، لكن الأداء اللي ابتدى يحصل. أنتوا يمكن ما تعرفوش اللي بيحصل، إحنا بقى في تطورات تتصل باللبس، تتصل بالاسم، تتصل بالهيئة، تتصل بالشكل في كل أنحاء مصر. مش هنشوف وشكوا ده تاني، وده لازم يتغطى، وده لازم، وتحذيرات وتوجيهات ورعب يعني دخل في قلوبنا فوق ما حد يتخيل. كانوا كتير جدا مثلا يوقفوني او يوقفوا ابني او جوزي في الطريق لاقناعك بمنهجه بفكره، كمان كانوا بيستخدموا بقى الستات، فكان ممكن يقنعها بتعدد الزوجات او بفكره الختان او بفكره
ان انت تقعدي في البيت واحنا نصرف عليكي. مناشدة فندم عن الدين، انت ليه مش لابسه؟ انت ليه لابسه نص كم؟ انا محجبه واخواتي مش محجبين، فبيبصوا برضو ان هم كده ان دول حاجه خارجه عن الدين، ان دول كده لازم يعني يقيموا عليهم الحد زي ما بيقولوا يعني كده. كان ايه وضع الاثار في وقت حكم الاخوان؟ هو بالنسبه لنا احنا كان الوضع يعني مضطرب شويه، لان كان التوجه العام كان غريب، يعني الافكار نفسها بان التماثيل دي اصنام، او ان المتاحف ديت اصلا مثلا ايه اماكن المفروض او التماثيل اللي في المدينه تتغطى او الكلام دوت اللي هو كان بيتكرر. وتفتكر ليه الاخوان ما كانوش حريصين على الاثار والهويه المصريه؟ هو ما كانش فارق معاهم كلمه مصر بمعنى كلمة مصر، هو كان في نظرة كده إن إحنا الدولة الإسلامية كذا كذا كذا، اللي هو إيه مش مرتبطة ببلد، مرتبطة أو مش مرتبطة بمكان أو مش مرتبطة بحضارة، هي مرتبطة بجماعة. شفنا تساهل مع حاجة مش مفروض أي دولة بتحترم نفسها تسمح بيها، اللي هي ما يسمى بالميليشيات التابعة بقى للجماعات الأكثر تشددا زي الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد، إن هم بيعملوا دوريات في الشارع بالذات في مناطق برا القاهرة في وسط يعني مباركة غير معلنة من قبل جماعة الإخوان المسلمين. انتهت فكرة الدولة المسلمة أصلا والدولة المسيحية، ما فيش دولة اسمها مسلمة ودولة مسيحية، في دولة غالبيتها مسلمين، في دولة غالبيتها مسيحيين، لكن بتدافع عن نفسها باعتبارها دولة وطنية كل اللي فيها يدافعوا عنها، مش فئة تجاهد. المفاهيم دي اللي لازم بذل طبعا من اول الشيوخ العظام الأئمة الجبارين زي الإمام محمد عبد وغيره من أساتذتنا ومن شيوخنا، عملوا كثيرا جدا في دحض هذه الأفكار وتقديم الرؤية الحقيقية للإسلام اللي هو المفهوم المصري للإسلام. يعني المفروض إنه الدولة تحيي هذا التيار وتدعمه زي ما الدولة نفسها دولة السادات الله يرحمه دعمت التيار الإخواني ودعمت التيار السلفي. أنا طلعت غلطان، كان لازم خليتهم في مكانهم. مسلم او غير مسلم تعال اقام عليك. تعال الاول، انا قمت بقتل السادات وانا معترف بذلك. طارق عبد الموجود ابراهيم الزمر بالاشغال الشاقه المؤبده نظير التهمتين المنسوبتين لكل منهم. لبيك اسلام البطوله كلنا نفد الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك السلمى. اكتر حاجه ضايقتني في احتفالات اكتوبر ان طارق الزمر يبقى موجود في الاحتفال. ازاي الناس دي تبقى موجوده في احتفال وهم اللي قتلوا قائد الانتصار، هم اللي قتلوا انور السادات؟ حسنا بنكسب صراحه يعني. الراجل جاب نصر اكتوبر وازاي يعني لما اقصى يروح يعني انا كنت واحد من الناس، ازاي ده يبقى قاعد لما اقصى كده في اما عملوا حرب اكتوبر بتاعه ذكرى حرب اكتوبر؟ ما الناس دي كانت قاعده. بس انا ليا راي متواضع في الجزء ده، هم المفروض ما يتحاكموش بسبب الجرائم اللي هم عملوها، هما يتحكموا بسبب الغباء. الإخوان كانوا أكتر ناس مش مصدقين إن هما وصلوا لحكم مصر، وفي كل مناسبة كانوا بيحاولوا يثبتوا إن البلد بقت بتاعتهم شبههم، بس في النص نسيوا يديروها وبان بسرعة جداً قد إيه مصر كبيرة عليهم. مشكلة البنزين والسولر معروفة للجميع، أنا مش هخبي عليكم طبعاً كل ما نحل المشكله ترجع تاني. ايه راي حضرتك في مختبر رئيس امبارح وان هو اتكلم عن ازمه البنزين؟ الجاز بيروح فين احنا مش عارفين. نص يوم بيروح لمغزى في التفويله. جايين من الصعيد من اخر الدنيا ما فيش جاز نهائي ولا جوه القاهره في جاز. الوقفه دي عشان خاطر عايزين بنزين وما فيش سولر. شيل لف ربنا في نفسك وسيب البلد، ما فيش بنزين ولا سولر. انا جاي من القاهره الجديده من جنب مرسي برضه جنب بيته، هناك طوابير قد اللي هنا خمس ست مرات. والله انا نفسي انزل يعني اقف الطابور. قرار بقطع جزئي للكهرباء عن مطار القاهرة، أزمة انقطاع الكهرباء، أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
كل يوم لازم يقطع ساعة، فبنضطر ان احنا نولع شمعة او نولع لومة للجاز. بدوخ على لما بجيب متر الجاز. في ناس متوقفة مشغلها عن انقطاع الكهرباء. يعني نتعاون مع بعض، لو عندي تكييفين اطفي واحد. لما تشغل التكييف على 25 درجة مئوية ويعني وترتدي ملابس قطنية. احنا لما الامر يوصل لرغيف العيش لازم كلنا ننفع. احنا ناويين هنيجي مره واثنين وثلاثه في الوزاره لغايه لما شغلنا يتحسن ونقدم رغيف للشعب. حلو. قرار جمهوري بعوده مجلس الشعب. سلام. احنا كانت صاله معركه نبدا بالدستور ولا تشكيل الجمعيه التاسيسيه. احنا كنا من انصار ان احنا نبدا بالدستور وليس بالانتخابات البرلمانيه، لان الانتخابات البرلمانيه هتفرز واقع غير ناضج، واقع مزيف، واقع فيه هم الاقوى، فهيستولوا على المجلس النيابي وبالتالي ممكن يطلعوا الدستور تعبيرنا عنه، وده اللي حصل. لقد اخترتموني لرئاسه هذه الجمعيه وارجو الا تندموا على هذا الاختيار. الاخوان استطاعوا السيطره على الجمعيه التاسيسيه لانهم كان ليهم الغلبه داخل مجلس الشعب. أنا اخترت في لجنة المئة مرتين، أنا أكون عضوا في لجنة المئة لن معدة للدستور، ممثلا لنقابة المحامين وممثلا لأي قيمة سياسية هم كانوا شايفينها. اكتشفت من الأعداد اللي صدر بها تشكيل المئة أنه النوعيات الموجودة فيها سيطرة كاملة لهم، حوالي 80 اسم من الإخوان أو من الجماعات، مضاف لهم 20 اسم منهم أنا، في أنه ما دول حصوا الشكل الديمقراطي للموضوع. في النهاية ينتهي بأنه ياخدوا قرار بأنه يحولوا مصر إلى دستور إخواني 100%. وبدأ بقى يحصل مشاكل على مواد ليها علاقة بالمادة الثانية وموقعها ومواد الحريات وكذا، فده أثار الأقلية المدنية اللي موجودة. أستاذة منال أرسلت إلي بتوقيعها استقالة من الجمعية. ونظر الناس يشوفوا زعاول بعض بقى، زعاول بعض قبلت الإعلام والمدن للآخر كما هي، ما احنا مش هنسمعه برضه. أنا امتنعت عن الذهاب لهذه اللجنة وعن التصويت فيها وعن المشاركة في أي رأي فيها، وأعلنا رأينا بأن احنا رافضين من حيث المبدأ أن احنا هندخل اللجنة دي، لأن اللجنة دي تشكيلها باطل ومخالف للدستور ومخالف لكل الشرائع، إلا أنهم أصروا بدأوا يستعينوا بعناصر من الإخوان المسلمين في مجلس نقابة المحامين علشان يطفوا المشروعية على تمثيل نقابة المحامين في لجنة الدستور. القضية هي التمثيل العادل لكل طوائف المجتمع في هذا الأمر، نحن لا نشعر بهذا التمثيل. إن مصر ليست حزب الحرية والعدالة. خرج يوم 22 نوفمبر محمد مرسي بالإعلان الدستوري الكارثي اللي حصن فيه قراراته وبقت قرارات شبه إلهية. الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. الإعلانات الدستورية كانت طبعا بداية الأزمات أو اللي هنا بانت إن هي السيئة لمرسي في الوقت ده. إدى الحق نفسه للتدخل في أعمال القضاء فعزل المستشار عبد المجيد محمود. يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما لمدة 4 سنوات. هم لقوا إنه نائب العام ده ابن مؤسسة قديمة تقليدية مستقلة بعيدة عن سيطرتهم، فكان لازم يا إما يعني يسيطروا عليه يا إما يغيروه. هما فشلوا في السيطرة عليه، هو ما استجابش للضغوط السياسية اللي كانت بتتمارس عليه علشان ينفذ تعليماتهم أو توجيهاتهم. قمت دعوة أمام محكمة استئناف وصدر الحكم ببطلان تعيين النائب العام الجديد. الليلة ما حدش مروح غير لما خلص دستور بلدنا وسلمه للشعب. ضمان وأفضل ضمان للانتهاء من هذه الأوضاع الخاصة والاستثنائية هي ببساطة الانتهاء من الدستور. الله، يعني احنا ما بين اعلان دستوري مرفوض ودستور بيتسلق بسرعة. تقريبا نقدر نقول ان ده المسمار الحقيقي الاول في نعش حكم الاخوان هو اصدار هذا الاعلان الدستوري. قرر القضاة مصر الامتناع عن الاشراف على أعلن 25 عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور انسحابهم من الجمعية. هذا انسحاب في الوقت الضائع، وأعتقد أن هذا
هو لب الديمقراطية، الإرادة الشعبية، حتى لو كانت الكنيسة لأنهم أقلية. هل توافقون على الدستور جملة؟ إجماع. بارك الله فيكم. وأطلقوا ما يسمى النفير العام لأعضائهم. اتقوا غضبنا، اتقوا غضب. والرئيس مرسي هيبقى رئيسكم غصب عنكم وبمزاجكم وبرضاكم وبالجزمة فوق رقبتكم. المسكن بدأت توصل الاتحادية ونصبوا خيامهم معتصمين مسالمين. عندما أكون حاكم وعايز أتعامل مع احتجاجات ومظاهرات شعبية، يا إما بتعامل معاها بقرارات سياسية يا إما بقرارات أمنية. الإخوان اختاروا طريق ثالث. المجموعة اللي شاركت في أحداث الاتحادية هي من النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين الشعبة عين شمس، كانت برئاسة الأستاذ خالد عطية المحامي المقرب من المهندس خيرت الشاطر، فهي كانت الأقرب لجماعة الإخوان وهي اللي كانت واخدة التعليمات بمعنى أصح إيه بالسيطرة على الوضع هناك. سننزل ونأكل كل إنسان. يتم قطف ناس ويتم اللي هو الدفع بيهم اللي هم دفع مجموعة مرتزقة وممولين اللي احنا شفناها او الناس شافتها ساعتها ساعة الاحداث ديت اللي كانوا عند البوابة الخلفية. مين اللي ادك فلوس؟ تبع مين طيب؟ اللي مسكناه قبل كده قالوا عليك انت بتاع موزع عليه. ومن هنا تم ضرب الناس وسحلهم بدون اي وجه حق. اهم حاجه اللي احنا كنا نصوره للمجتمع في نفس الاطار الدكتور مرسي طلع يومها بالليل واكد نفس الاشاعات اللي احنا كنا بنروجها او اللي احنا كنا عاوزين نروجها ان دولت مجموعه جايه مندفعه واخدين فلوس. في حد في المنصوره اسمه فوده بيأجر البلطجيه، وفي حد في الشرقيه اسمه عاشور بيأجر البلطجيه وبيديهم فلوس وسلاح. وفي اليوم ده كان زميلنا الحسيني أبو ضيف نازل بالكاميرا بتاعته، أطلق الرصاص الحي على عدد من المتظاهرين. كان من نصيب الحسيني أبو ضيف رصاصة وصلت أعلى رأسه. حسيني أبو ضيف قبل استشهاده كان ناشر تحقيق في جورنال الفجر. هذا التحقيق كان وقتها محمد مرسي طلع قرار عفو رئاسي عن مجموعة من المسجونين، كان من ضمن هؤلاء المسجونين شقيق زوجة مرسي. اقتيل عمدا باطلاق رصاص وقناصة. الحسين ابو ضيف الطلقة اللي جات له من الرصاص محرم دوليا. احنا مستعدين نضحي بنفسنا ومش عاوزين اي حاجة غير حرية بلد. حسبي الله ونعم الوكيل في الاخوان. كان دايما بيقول اه يا مصر اه.
كان في يوميا بيحصل مظاهرات من بعد الاعلان الدستوري، وكان تحديدا كمان قدام مقراتهم هنا في بورسعيد ومقر الحريه والعداله، وكانت احداث دمويه كمان، لان كان يعني هم بيتعاملوا مع المتظاهرين بعنف شديد جدا. يوم 28/6 حصل ان احنا كنا مجتمعين في هذا المكان، حصلت قنبله الغدر اترمت علينا، جت في صدر الشهيد صلاح، وقع بيها على الارض، جرينا عليه عشان نحميه منها او عشان ناخدها منها، انفجرت فينا كلنا، لكن هو عشان كان نايم فوقها فهو تحملها كله، للاسف انقطعت راسه عن جسده. طبعا كان انفجار شديد جدا، هز الارض لدرجه ان كل اللي كانوا حواليه اصابوا، يعني اصيبوا باصابات بالغه. يعني في هنا اصابات اهي موجوده، ظهر هي اللي موجوده في دراعي، في رجلي اصابات شديده وجروح كتير جدا. ده عباره عن شحم دخل تحت الجلد ما بيطلعش، كان في بارود قعد يطلع من جسمي لمده شهور، بطلع حاجات معدنيه من جسمي. صلاح معيش الا هو، احتمل ربنا وربنا افتكر خده تاني مني. صلاح طيب وحنين ويحب الخير للناس، بيحب بلده، بيحب مصر. ده المكان اللي حصل فيه الانفجار، الشهيد صلاح الله يرحمه مات في هذا المكان. ما ده اللي يتحبهم، موتوا ولادنا وشعبنا ده ربنا يخلي السيسي اللي نظف، هو برضه مهما كان برضه حرام، ربنا يحميه. هو بيوصلني بيقول لي ان نفسي اموت شهيد، وفعلا مات شهيد. قلت له بس يا ولد ما تقولش كلمة يا صلاح، تخليني ارجع ما اسافرش ابر، خد بالك من نفسك. قال لي حد طايل الشهادة، ده اللي بيموت شهيد بيبقى ملك. بس مفيش بس. كان الله يرحمها الحاجة مراتي، رحت اصرف لها علاج من الجامع بتاعهم، يدوني علاج على نفقة هي نفقتهم. وبعدين مش واخد بالي حطيت الباتش بتاع جمال عبد الناصر على ايه؟ على صدري، على الجاكيت ده، وداخل اروح امضي عشان اخد العلاج. بصوا لي من فوق لتحت، قال لي يا حاج؟ قلت له نعم. قال لي كل سنه وانت طيب، معلش بنصرف. قلت له ما بيروحش عند ربنا. المهم اخذت بعضي ومشيت، وما مشيت قابلت واحد منهم بقول له ابو محمد الجماعه دول ما عادوش لمعوزه بيصرفوا لي العلاج ليه؟ قال لي انت حطيت لهم جمال عبد الناصر على سيدنا وعاوز يصرف لك علاج. الله، هو انا وانت بتصرف لك علاج لجمال عبد الناصر ولا لربنا؟ خلاص عرفتهم اللي ده الناس منافقين ما يعرفوش ربهم. سيدنا ابو المامور مصطفى بيه العطار عليها رحمه الله هو ارقى انسان، ضابط شرطه دخل مركز مطايا الساعه 7 الصبح، بدات الناس تتجمع وترمى مليتوف على المركز، جزاز مليانه بنزين وفيها الشعله بتاعتها. ده زي يوم القيامة، واللي زاد الطينة بلة القطر اللي وقف شرق البراهمية، وبدأوا هم يركبوا في القطر ويضربوا من الشبابيك الناحية دي. سيدنا ابو المامور لما اتصاب واحد دخل من الاخوان يقول له تعالى انا هنفذك، ياخده بعربيته ويطلع يقول للناس بره الاخوان خدها ديني جبت لكم الكلب تاني من جوها. دكتور اخواني نزل من العمليات لما قالوا له فيه مصاب تحت، نزل جاب خشبه معاه وضربه على راسه 3 مرات. دي كانت النهايه لي عليها رحمه الله. الإخوان عملت خلايا اسمها الخلايا النوعية. في الفترة دي تم إنشاء خلايا نوعية. معنى كلمة خلايا نوعية يعني هي خلية هتقوم بأعمال تخريبية من وجهة نظرهم جهادية، ولكن بفكر فرادة. كل أو أي حد أو أي فرد في الجماعة قادر على فعل شيء يفعله بفكرك الفردي. بيسمع عمليات نوعيه. اخويا كان جاي يشوف والدتي، لقى الناس ملمومه، دخل لقاهم بياخدوهم بره، ولقى ناس كتير قوي جايه، راح الناس دخلوا قالوا لنا ده خدوا عبد النبي وجريوا بيه على الجنينه. انا رحت ادور عليه حتى في ناحيه الجنينه كده، مسكوني ضربوني، انا كنت حامل سقطوني. بعد 9 ايام لقيناه في المشرحه.
والدتي لقيته في المشرحة متعذب متعذب ومضروب ومخنوق ومحروم في صدره ومكتفينه في ايده وزعلينه على الارض وطعنينه هنا وطعنينه هنا ودبحينه في رقبته. الاولاد اللي اترموا من فوق السطح ابهاتهم صحابي واحنا مربيينهم من هم صغيرين، فازاي انت شايف اطفال بتترمى وكميه الغل اللي بيترموا بيه واطفال صغيرين؟ الحاجه اللي ضايقك في الموضوع او يعني تحزنك يعني الاطفال دي اللي اترمت ده فوتوشوب يا جماعه، ده وحيد ابوه ويعني صديق عمري. مش هقول لك احنا غير مسلمين يعني كنا بنتضايق، دي صعبة جدا يعني. أقباط مصر مواطنين مصريين، كنت بمشي في الشارع بستخبى وخايفة، متساوين مع أبناء مصر جميعا. أقول للكنيسة والله ثم والله لو تآمرت على إسقاط مرسي سيكون لنا شأن آخر. حرق كذا كنيسة في المنيا، والمنيا كانت خدت نصيب الأسد في حروق الكنائس، عدت 74 منشأة مسيحية. إحنا كنا بنمنع أولادنا والستات إنها تنزل من البيوت. معهم كل أنواع الأسلحة ما تتخيله وما لا تتخيله، فدخل حوالي 500 شخص المكان بشكل يعني الهتافات بس بتاعتهم كانت كفيلة إن هي تهد المكان. دخلوا طبعاً أول حاجة فكروا فيها إن هم ينهبوا المكان، كل ما يمكن نهبه تم نهبه، وبعدين ما لم يتم نهبه تم تكسيره، وبعدين في نهاية المطاف هم ماشيين أشعلوا النيران في المكان. الهجوم كان عدد ضخم جدا من الناس، دخلوا مدججين بالسلاح وتم اقتحام المكان بالكامل. تم الاعتداء على الجمعية مرتين، صباحا المرة الأولى ورجعوا تاني بعديها بساعتين، ابتدوا سرقة ممنهجة لكل أجهزة الجمعية. أصعب حاجة بالنسبة في اللحظة هي وأنا في الدور التاني على السطح كده وبشتم رائحة الكتب اللي أنا أخدت فيها 25 سنة بكونها، كتاب مع كتاب، مجلة مع مجلة، مقال على مقال، كان إحساس صعب جدا جدا انك تقعد 25 سنه تكون في مجموعه كتب وفي الاخر تلاقيها قدامك كده بتتحرق. يعني كنت اتمنى ان هم ياخدوها، ان هم يوزعوها، ان هم يعملوا فيها اي حاجه. حصار مدينه الانتاج الاعلامي، انتم خطر على الامن السكوني لهذه البلد. انا اقول للناس تعالوا، اقول للناس قاعدين في البيت بتعملوا ايه؟ البقاء في البيوت الان ده للنساء. والله لتجدن الرضع يقاتلونكم. لما ان حضرتك يعني من اكتر الناس اللي كانت مهدده بشكل عنيف من جماعه الاخوان، ايه ذكرياتك عن حصار مدينه الانتاج الاعلامي؟ تخيل انت يا ياسر كل يوم بتخش مكان محطوط عليه على مدخله صورتك في مشنقه. كنت بخش البرنامج اسجل اتكلم على الهواء وبره فيه هتافات تطالب بقتلك. اي اعلام هشوفه انا وهبت نفسي لله. ان داخل هذه المدينه انجاز. يعني انت كنت بتسجل وتعمل برنامجك على الهواء وفي الاستوديو اللي قدامك ده واحد طالع يكفرك ويطالب بحل دمك، يعني اللي هو لما تفتح الباب تلاقيه، غير انهم كمان كانوا بيدخلوا استوديوهات بعضهم ويقتحم المكان ويدور على المذيعين اللي هو يعني رايه انهم لابد من الاعتداء عليهم وضربهم والتخلص منهم. تخيل ان ابراهيم عيسى كل يوم وها طول ما قاعد بيتكلم والاخوان المسلمين ها، يعني احنا شايفين بعض من اعضاء جماعه الاخوان المسلمين بيعتدوا بالضرب على السيدات. لو خدوا صفي عايزه امشي، انا عايزه اخش بيت تعرض على تقعد ست تقطع لها هدومها روح اعمل محر. هو ده الاسلام؟ الشريعه اولا هي دينك ودين امك ودين ابوك.
ان شاء الله تولع باص شرع ربنا. لا الشعب يريد تطبيق شرع الله. I think Egypt could have been a locus for other international terrorist groups, as Afghanistan was for Al-Qaeda and ISIS. And just given the size and importance of Egypt, if you had a terrorist regime holding the Suez Canal in its hands, the world's economy would have been at risk. أول تمرد على فكرة، أول اجتماع قانوني اتعمل لمجموعة التمرد كان هنا في مكتبي، بقصد كانوا طلبوا مننا إن احنا نقدم لهم الحماية القانونية أو المتابعة القانونية لأدائهم. لسه في البداية وكانت في المرحلة يعني مرحلة كانت ما كانتش وصلت لنضج عالي، فاحنا رحبنا بيهم وعلنا في مؤتمر صعب إحنا بنساندهم كنقابة المحامين، وأنا كنقابة المحامين معاهم في ظهرهم لغاية ما يصلوا إلى ما يصلوا إليه. لكن بالقطع العجلة دارت بشكل أسرع مما نتصور ومما كانوا هم يتوقعون. يعني في النهاية إرادة الشعب المصري كانت سباقة في الموضوع. طبعا أنا أول واحد مضى على تمرد في الشارع ده كله. والله كانوا بيجوا يمضونا هنا على الدكك دي. في ناس بتجينا هنا ماشية شباب، لما قلت تبع تمرد مش عايزين الرئيس، قلنا له لا شباب يعني كده، لان انا ما كنتش عاوزه اساسا. يا فندم انا مريض على استمارة التمرد طبعا. والله يا فندم انا كنت كده ميت يعني، فانا قلت لا يعني كان في امل بتاع 30/6 ده كان امل كبير بالنسبه للمصريين كلهم. الكرامه الانسانيه من اجل العداله الاجتماعيه. اسحب الثقه لانه البلد في النازل وتخرب بيتنا كلنا. برضه هو الشعب اللي هيسحب الثقه، احنا ما بنعملش شغب ولا اي حاجه، احنا بنكتب ورق. وانا رايي انه كان الشعب المصري اكثر ذكاء وفطنه وعظمه، انه انتبه الى خطا اختياره بعد شهور قليله جدا من هذا الاختيار، في ايقاع عظيم جدا للمصريين في ادراك انهم عملوا مصيبه. انت عارف يعني المصريين ادركوا انهم عملوا مصيبه كبيره جدا ان الناس دي وصلت للحكم. لا اللي انتخب في ناس كتير منهم رجعوا، اللي لقوا لا مش هو ده اللي احنا عايزينه في البلد. انا بالنسبه لي رشحت مرسي بسبب ان انا كنت عايز دم جديد، فقلنا نجرب الاخوان ويا ريتنا ما جربنا. في قرايبي انتخبوا مرسي تمام، وقرروا يوم 30/6 اللي هم ينزلوا تغيير الشروط. رب جرت من نافعه، كويس ان احنا جربنا برضو عشان نعرف ونفهم ان كان في مضحوك علينا كتير. هو انا للاسف كنت من الناس اللي اتخدعت وعصرت ليمون، للاسف انتخبت مرسي، بس بعدها يعني شهور قليله كانت كفيله جدا ان اعرف ان انا يكاد يكون ارتكبت جريمه. يعني كان خطا انا بالنسبه لي لا يغتفر، كان الحل الوحيد بالنسبه لي ان انا اكفر عن الخطا ده، ان انا اوقع تمرد عشان انسى الغلطه الفظيعه اللي انا عملتها. The Muslim Brotherhood came to power in Egypt thinking, many people thinking they would bring reform, but what they really brought was as we said, one person, one vote, one time. I think the Egyptian people realized that they weren't going to get real reform, that what they were going to get was a Muslim Brotherhood dominated state and society. And they went back in the streets and said, that's not really what we voted for. We do not want to live under this kind of government. هو المؤكد بالنسبة لي انه كل اللي بيتقال على انه الدولة ومؤسسات الدولة كانت وراء خروج الناس ده كذب 1000%. الشعب المصري بحس عميق ورائع يعني أدرك إنه الدولة مش طايقة الإخوان، مؤسسات الدولة يعني، وإنه الجيش بتاع مصر مش بتاع الإخوان وبتاعنا إحنا، وده اللي يدي مساحة الأمان اللي الناس خرجت. يقول لك الناس خارجة ومفيش حد هيواجهها. أيوة لأن عارفة الناس عارفة. كنا بنسمع الكلام ده
بس تأكيدات الرئيس السيسي في الجيش هيحمي الشعب كان مطمن الناس شوية. الجيش وثق فيه طول عمره، هو ده أساس الجيش، مش هيبيعك ولا بطيب ولا بغطي. يعني واحد بياخد قوتك وبيهددك نقعدوا في البيوت زي الأرانب ولا ننزل؟ ننزل، مش الواقع بيقول كده؟ نزلت ليه؟ بلدي يا عم وأرضي وخايف عليها، واحد زي ده واقف عليها ما يستحقهاش ان هو يقف عليها. يقف عليها ليه؟ اللي نزلهم حب مصر، حب مصر ده في الأساس، وكان لازم الحاجات دي يتحط لها حد بأنه كانت تقوم الثورة وبين الناس كلها تشارك في ده. أكتر ما يميز ما قبل 30 يوليو هو الحالتين اللي ماشيين جنب بعض دول، سرعة انتباه وتنبه بذكاء وفطرة وفطنة رهيبة عند المصريين في التقاط إن الناس دول كارثة. كل الأشاعات اللي طلعت في الفترة دي كنا إحنا اللي بنروجها وبنصدقها، لازم إحنا نصدقها. يعني في من أبرز الأشاعات لعبد الفتاح السيسي إخواني، فإحنا اللي روجنا الموضوع ده، وهم يعني حتى لحد البيان اللي هو كان طلع فيه وأهمل الجميع 48 ساعة ونقول لهم كلام الفريق ساعتها متغير وهو مؤيد للفنين، قالوا لا ده إذننا. وعلى المحور الثاني سرعة شديدة جدا عند الإخوان في إظهار نواياهم وغبائهم وكراهيتهم للبلد وللشعب ورغبتهم المحمومة في تنفيذ مشروع غير وطني وغير مصري على البلد دي. فالإيقاعين تصارعوا مع بعض جدا. لو سقطت شرعية مرس وهي مش هتسقط، بنقول لهم هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخة. لا لقينا ناكل ولا لقينا حاجة، مش عايشين. ايه اللي هيحصل لنا اكتر من كده؟ طب انا كان مع احد القيادات بتاعته في 23 يوم خيرت الشرطة، يعني قعد 45 دقيقة يكلمني ويقول لي هيجوا مقاتلين من سوريا. ده شرط ايدي. ايوه هيجوا مقاتلين من افغانستان، هيجوا مقاتلين من ليبيا، هيجوا مقاتلين من كل الدنيا، يقاتلوا المصريين ويقاتلوكم. ياه، وانت اللي كتبت شهاده وفاه كل متمردين. ماشي روح الله ربنا يا ابني سبحانه وتعالى. اخاف من ايه؟ معايا ربنا ودي مصر يا ريس. اللي هينزل 30/6 ولا اللي هينزل في اي يوم لا يلومنا الا نفسه. لا احنا الجماليه ما تعدتش. محدش يقدر يجي. شحنه. محدش يخاف من الحق. انا كنت بدافع عن بيتي، بدافع عن مكاني، بدافع عن ولادي، بدافع عن ارضي، اخاف من ايه؟ هيحصل ايه طيب؟ حتى لما اقدر الله يرحمها مراته تقول لي حاج ابراهيم لو كل مسلح، قلت لها ابدا ما يعني مش هيكون اكتر من الحروب اللي كان الطيران بيدب فينا، هو هيكون اكتر من كده. غرائز الاخوان واندفاعهم هم اللي خلوا السنه كده، اولا لا عارفين يديروا ويحكموا ولا عارفين يهدوا حتى ويشتغلوا بعقل وبالسياسه، فبانوا بسرعة جدا، انفضح الناس، يعني انكشفوا بسرعة شيء، انكشف أولا خوائهم وفراغهم السياسي، وانكشف عقلهم الضعيف الني الضحل سياسيا، وانكشف عدم قدرتهم على إدارة بلد، وانكشف انهم بصين الحياة كلها من خلال الجماعة، من خلال مصلحته هو شخصيا ومصلحة الجماعة. فبقى عندك مش الوطن، عندك الجماعة، مش الحكومة، لا الجماعة. فالبلد بصت صحيت من النوم لقيت في وطن وفي جماعه، اختار انت بقى. يا مصر قومي وشدي الحيل، كل اللي تتمني عندي لا القهر يطويني ولا الليل، امان امان بيرمفاني. عمرك ما تتخيل يعني ايه تفقد وطني. الإحساس ده إحساس صعب، اللي يحس بيه في حياته عمره ما يحس بمرارة أكتر من كده. إحنا لينا ناس عايشين طول عمرنا بحريتنا وبكرامتنا، أما يجي واحد يقل منها ويقل من كرامتنا لا ما يبقاش جنبنا ولا ليه لازمة معانا. ٣٠ يونيو خرج المصريون في جميع أنحاء مصر وكل مدن مصر بما فيها الصعيد اللي كانت غائبة تماماً في 25 يناير. صحيح. فده فرق كبير.
رقم اثنين انه جميع شرائح وطبقات المصريين خرجت في 30 يونيو. لا 30 يونيو كلنا نزلنا بستات بأطفالنا برجالتنا مسيح ومسلم، وكان في عدد كبير جدا جدا. وصلنا رشدي لقينا كأنه الميدان، طلعنا على البحر كأنه الميدان. كان عندهم 3 سنة محبوسين في البيوت، مش خايفة مش مرعوبة. ده كان مصر في عيد، ده كانت عيد يا حبيبي. مصر مصر أم الدنيا، مصر العظمة فيها والأهلها وشعبها. أنت طلعت من القبر، أنت كنت ميت أصلا، أنت كان محكوم عليك بالإعدام ومستني التنفيذ مش أكتر. حاجة غريبة جدا إن يقول لك أصله ما إحنا لو كانوا خدوا وقت إيه؟ ما كانش أنت هتبقى موجود أصلا، خد وقت. يعني هل أنت أثناء الشروع في القتل نقف نتفرج على الرجل الذي يشرع في قتلك أحسن ما قتلكش؟ يعني لا، ده شروع في قتل وطن. يوم 30/6 فكر كل حاجة، فبالنسبة لي كانت عودة روح، عودة حياة، كأني بشوف ولدي بيتولدوا من أول وجديد. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. لحظة الإعلام كانت لحظة إعادة الحياة، بدأ الدم يجري في عروقك، تحس إن أنت ممكن تربي عيالك، ممكن تعيش. يقول لك عز مرسي، وفي لحظة ما اتنطقت الشارع ما أقولكش كانت الفرحة جواه قد إيه. مدى الفخر والعزة والكرامة والشعور الوطني اللي ملاك ويقيننا إن إحنا بلدنا هترجع مرة تانية، الشعور ده ما يتنسيش. الأمان حلو، إحنا كنا هنتبهدل. كانت هتروح لسكة ثانية، هي كانت أساساً رايحة في سكة ثانية. تلاقي نفسك أنت حاسس إن في حاجة تايهة منك. إيه اللي تايه منك؟ بلدك اللي تايهة منك طبعاً. مش أنا لوحدي كنت فرحان، الدنيا كلها كانت فرحانة. كنا جايبين تجي وفرحانين وكنا بنرقص. ارحل يخرب بيت امك ارحل. انا بسميها الاكسجين اللي ضخ في مصر تاني، طوق النجاه اللي الشعب المصري كله كان مستنيها. 3/7 هو اللي انتج ان دي ثوره 30 يونيو، جعل لها انجازا وهو الخلاص من حكم المرشد. يعني اعتقد ان 30 يونيو كانت مهمه وضروريه اولا وقبل كل شيء من اجل انقاذ الوطن ومن اجل انقاذ مستقبل 100 مليون مصري. ما كانش في حد مننا صاحب رأي أو رؤية في مواجهتهم كان هيبقى على حاجة بالقطع، أكيد كان هيبقى في حتة تانية، في السجن، في المستشفى، في البيت، مستخبي، أي حاجة. لا لا لا، كان كل واحد حارب بعضه، كان كل واحد ماسك لأخوه وجاره وسلاح. معلش كانت تبقى حرب أهلية، ده عايز وده عايز وكيكة وحضرتك كله عايز يقطع منها. لازم نفهم كويس قوي، الإخوان بندقية للإيجار، فطالما في مؤجر الموضوع محسوب. الحمد لله ان خلص بسرعه قبل ما يحصل دم كتير للشعب المصري. كنا هنبقى امام حمامات دم، ربنا يعني انقذ مصر من هذا المصير. الاجيال اللي طالعه ادركت كتير قوي،
وهو ده هما دول المستقبل، ولادنا واولاد ولادنا بعد كده هما دول المفروض ان هما هيكملوا المسيره كلها. فاعتقد ان هما يعني كان درس كبير جدا، واعتقد ان النهارده اصبحت الدوله كلها بالمصريين كلهم يعوا تماما قيمه الوعي لهذه المخاطر. الضمانه الوحيده لعدم عوده الاخوان مره اخرى الى مصر جماعة أو تنظيما أو حكما هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا أحد آخر. دي مشكلة جبارة هو لازم يحلها، إنه مصر اللي تبقى الضمانة، المجتمع يبقى هو الضمانة، الضمانة الوحيدة هو عبد الفتاح السيسي. نهاية حكم الإخوان لمصر وبداية لمصر جديدة، مصر اللي خدت قرار إنها تنهض، تشتغل، تحل مشاكلها اللي فضلت سنين على حالها. مصر ما وقفتش الشغل، ما وقفتش بنا، وكل اللي كانوا ضدنا النهارده بقوا في صفنا. المشاريع اللي اتعملت هنا ما حصلتش قبل كده. بلدنا النهارده في مرحلة بناء بتسابق الزمن. احنا عايشين في ايام كويسة، وعامل مشاريع وعامل مدن جديدة، بيصلح في البلد على طول، بقناش نخاف زي الاول يعني، جوانا امان. جميل جميل جميل. المفروض 30 يونيو دي تبقى حدث يومي في حياتنا. الدولة رجعت قوية جدا ما شاء الله. نفسنا قبل اي حد تاني اننا نقدر، وكل اللي كان ناقصنا اننا ناخد القرار.